الرحمن الرحيم. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي بسم الله الرحمن الرحيم. فالحكم لله. بسم لا يخفى على الله منهم
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد لمن الملك اليوم لله الواحد اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن وسامحنا بالقرآن وارحم موتانا بالقرآن واستجب دعاءنا بالقرآن. اللهم اغفر لميتنا وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أبدل سيئاته حسنات، اللهم أبدل سيئاته حسنات، اللهم اغفر له ولأبي ولجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر له ولأبي ولجميع موتى المسلمين، اللهم قابل تقصيرهم بالعفو والغفران فإنك أنت العفو الغفور، وقابل سيئاتهم بالعفو والغفران فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارزقهم رفقة المصطفى في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.